الجزء اللي هو بتاع الاي بي مالتي كاست بيزكس والاساسيات الخاصه بالايه بالمالتي كاست. طبعا ده جزء من ضمن الايه الاجزاء الخاصه بالامتحان اللي هو بتاع الاتش اس اي بي داتا كوم كور تكنولوجي. بيقول لك طبعا اللي عندك سيرفيسز موجوده على الايه على النتورك بتاعتك، يعني انت اصلا عامل الكامبس نتورك بتاعتك علشان مجموعه من السيرفيسز هترنها على الايه على النتورك. فبيقول لك الابلكيشنز اللي موجوده عندك او السيرفيسز دي بنقدر نقسمها لحاجتين، لا اما بوينت تو بوينت سيرفيس، يعني ايه؟ يعني من سبيسيفيك سورس لسبيسيفيك ديستنيشن بتحاول توصل للايه؟ للسيرفيس. زي ايه؟ قال لك زي سيرفيس الاف تي بي، زي الويب سيرفيس. الكي بتاعتها او المفتاح الرئيسي بتاع السيرفيس دي عباره عن ايه؟ قال لك اللي فيه ديفرنت يوزرز عاوزين ديفرنت ريكويرمنتس منين؟ من السيرفر. ففي الحالة دي لو اليوزر A محتاج اللي هو يعمل داونلود للدوكيمنت A، وفي يوزر تاني B محتاج اللي هو يعمل داونلود لدوكيمنت B، ففي الحالة دي السيرفر بيتعامل معاهم كل واحد لوحده. كل واحد لوحده ازاي؟ يعني الند للند ازاي؟ يعني ببعت من سبيسيفيك سورس لسبيسيفيك ديستنيشن، معنى كده ان الديستنيشن بتاعك السيرفر ده بيخدم اكتر من ايه؟ اكتر من يوزر في نفس الوقت. وبالتالي في الحالة دي انت عندك داتا فلوس كتير من اكتر من ايه من يوزر. ده اللي هو الاتصال بتاعك او الترافيك موديل بتاعك اللي هو البوينت ايه بوينت تو بوينت. طب قال لك لو الترافيك بتاعك الموديل بتاعك كان بوينت تو مالتي بوينت زي خدمات الايه الاي بي تي في، خلي بالك خدمات زي الاي بي تي في والفيديو كونفرنس دي بالنسبة لك من الخدمات اللي هي بتكون شيرد على اكتر من يوزر. ازاي؟ يعني انت علشان تشترك في خدمة اي بي تي في فانت محتاج تسبسكرايب، يعني محتاج تدفع فلوس. ممكن يكون واحد تاني معاك ما يقدرش اللي هو ياكسس الايه السيرفيس دي. ليه؟ لان هو ما عملش سبسكرايب. يعني في مجموعه من اليوزرز بعمل لهم بث مباشر لسيرفيس معين، مثلا قناه حسب الايه فويس، مثلا فيديو، الحاجات دي كلها ايه انت بتقدر تبعت لهم الايه المالتي كاست ده من خلال اللي هو بيعمل سبسكرايب. طبعا في فري مالتي كاست عادي، يعني في حاجات مالتي كاست فري وفي حاجات مدفوعه والاغلبيتها كلها حاجات ايه مدفوعه. فبيقول لك شكل السيرفيس بتاعتك وانت عندك مجموعه من الايه من اليوزرز محتاج اللي انت تبعت لهم سيرفيس معين، يعني كلهم بيشتركوا في نفس الايه الفلو. يعني انت عندك سورس، السورس ده عاوز يعمل ايه؟ عاوز يبث سيرفيس لاكتر من ايه من يوزر موجودين. ففي الحاله دي مش هينفع معاك الموديل اللي هو بتاع مين اللي هو بتاع البوينت ايه تو بوينت. ليه؟ لان انت كلهم نفس الايه نفس الديستنيشن، يعني كلهم نفس الحاجه. انا ببعت لهم مثلا مباراه، يعني في بث مباشر لمباراه مثلا او فيديو، فالفيديو ده هيوصل لكل الناس مع بعض. فهنا اللي كل الناس A و B و C و D كل اليوزرز دول محتاجين ان هم يشوفوا الفيديو اكس. ففي الحاله دي لو انت شغلت اليونيكاست مش هينفع معاك، هيديك ديفكتات. ولو اتعاملت مع البرودكاست برضه بالنسبه لك هيديك ايه مشكله. ليه؟ لان هيدي للناس اللي عاوزه الترافيك واللي مش عاوزاه، يعني واحد مثلا مشترك في الايه في الخدمه، فانت لو بعت مالتي كاست واحد اللي جنبه مش مشترك، فانت في الحاله دي لو بعت المالتي كاست ايه اللي هيحصل؟ قال لك سوري، لو بعت برودكاست ايه اللي هيحصل معاك؟ سواء الناس اللي عاوزه الخدمه او اللي مش عاوزاها تستلم الايه الترافيك بتاعك. ولو بعت يونيكاست يبقى انت بتعمل هيدك على السيرفر، يعني كل واحد لما يجي يطلب ايه هتبتدي تبعت له نفس النسخه من نفس الايه الداتا، وبالتالي ده بيعمل مشكله على الايه على السيرفر بتاعك. اللي هيحل لك القصه دي كلها هو المالتي كاست سيرفيسز اللي موجوده عندك بتبريفنت الايه البروبلمز اللي موجوده. في التشابتر ده بنشرح مع بعض او بنبتدي نتكلم عن الادفانتجز بتاعه استخدامك للمالتي كاست اللي هي البوينت ايه بوينت تو مالتي بوينت من سبيسيفيك سورس لجروب اوف ديستنيشن. ده بالنسبه لك هو مين هو الايه المالتي كاست. هنتكلم عن البيزك كونسبتس بتاعه المالتي كاست، وهنتكلم عن المالتي كاست فوروردنج ايه بروسيس باذن الله تعالى. بعد ما نخلص الايه التشابتر ده هنبتدي اللي احنا نعرف الايه الديفينيشنز والادرس ستراكشر بتاع المالتي كاست. هنتكلم عن المالتي كاست داتا فوروردنج امبلمنتيشن، هنتكلم عن الريفرس باس فوروردنج امبلمنتيشن. اول حاجه بنتكلم في السكشن الاولاني على البيزك كونسبتس بتاعه الايه المالتي كاست.
بيقول لك فينا بروبلمز موجوده في استخدامك لليونيكاست والبرودكاست اللي موجود على الايه النتورك لو انت هتتعامل مع شبكه بوينت تو مالتي بوينت سيرفيس. يعني لو انت حبيت تستخدم، تعالى كده ركز في الايه في الكلام، لو انت هنا عندك ده الفيديو سورس، ده اللي عنده الايه الفيديو، ولو انت قلت انت هتبعت الفيديو لايه لجروب اوف ايه اوف ديستنيشن، يعني مش كل الناس اللي موجوده، ده هي جروبس معينه. يعني الراجل ده عامل سبسكرايب في الايه في الاي بي تي في، والراجل ده عامل سبسكرايب في الايه في الاي بي تي في. ففي الحاله دي لو انت اتعاملت بمبدا اليونيكاست مود، ايه اللي هيحصل معاك؟ قال لك ان انت الراجل ده هيبتدي يبعت ترافيك لحد مين الديستنيشن، وده هيبقى عاوز يفتح فلو لوحده لحد الايه الديستنيشن. كل واحد فيهم هيفتح الايه السبيسيفيك كونكشن بتاعه ما بينه وما بين مين السيرفر. فقال لك في الحاله دي السيرفر هي مينتين لارج نمبر اوف يونيكاست فلوز، وطبعا ده هيعمل بريشر على الايه على السيرفر. وبالنسبه لك برضو هيبقى في عندك على البوينتس اللي موجوده دي في كونسيوم للارج اماونت اوف ايه اوف باندويتس. شايف بقى لو كل واحد بيبعت ترافيك، شايف الفيديو الاحجام بتكون قد ايه. فانت هنا بتعمل كوجنيشن على الايه النتورك بتاعتك، يعني هنشوف عدد الايه الكلاينتس عندك مثلا 20 30 وهكذا. فكل كلاينت من دول هينيشيت كونكشن مع الفيديو سورس. فهنا انت عملت البوينت تو مالتي بوينت على انه يونيكاست عادي، يونيكاست ايه مود. طب لو انت اتعاملت مع البوينت تو مالتي بوينت على انه برودكاست، ايه اللي هيحصل؟ قال لك في الحاله دي المفروض هتخلي الوان برودكاست هيبتدي يبعته منين الفيديو. يعني مثلا الراجل ده هيبعت الايه الفيديو بتاعه برودكاست. فالفكره هنا ايه اللي حصل؟ اولا اللي انت عملت ريبليكيت للايه طبعا للايه للترافيك على اللوكال انترفيسز اللي موجوده، ما عدا الانترفيس اللي دخل عليه الترافيك، فبدا يعمل ريبليكيت هنا وهنا وايه وهنا. طب ايه اللي بيحصل؟ الريبليكيشن ده بيروح للناس سواء كانت عامله سبسكرايب او هي موجوده اصلا اوريدي في الاي بي تي في مالتي كاست جروب، او مش موجوده زي الراجل ده. يعني الراجل ده اصلا المفروض ما يستلمش الترافيك، والراجل ده هيستلم عادي. فطبعا القصه دي بتعمل لك سكيورتي ريسكس، لان في حد مش عاوز الترافيك بيستلم الايه الترافيك بتاعك. دي بعض المشاكل اللي بتواجهك لو انت هتتعامل بالبوينت ومالتي بوينت بالاساليب العاديه اللي هو اليونيكاست والايه والبرودكاست مود. بيكلمك هنا عن اليوزنج بقى المالتي كاست عشان تتعامل مع البوينت تو بوينت سيرفيسز الايه اللي موجوده عندك. يبقى البوينت تو مالتي بوينت سيرفيسز عشان اتعامل معاها فانا هستخدم المره دي المالتي كاست تكنيك. يبقى بيقول لك المالتي كاست ترانسميشن مود اللي الداتا فلو بتاعتك بترانسميتد تو جروب اوف يوزرز الونج الايه المالتي كاست ديستريبيوشن ايه تري. يعني انت عندك هنا في ديستريبيوشن تري موجوده هي اللي بتعرف الراوترز او الباص بتاعك من السورس لمين للجروب اوف ايه اوف ديستنيشن. يعني هنا بيقول لك اونلي وان مالتي كاست فلو نيد تو بي ايه سند للايه للفيديو. يعني انت بتبعت بس الفيديو مره واحده، وبعد كده الراوترز دي الديفايس ده بيبتدي يريبليكيت المالتي كاست فلو وبيسند الكابس بتاعته لسبيسيفيك انترفيسز. يعني مش كل الانترفيسز بيبعت عليها الايه النسخه بتاعته، ده بيبعت على الانترفيسز اللي هو عارف اوريدي اللي هي هتوصله لايه لمالتي كاست جروب. فعلشان كده ما بعتش معاك هنا فين مالتي كاست فلو على الانترفيس اللي هو الاوردينري تيرمينالز العاديه بتاعتك، ده هو بعت على سبيسيفيك ايه انترفيسز. الانترفيسز دي هي اوريدي اللي بيبقى عليها المالتي كاست جروبس اللي موجوده عندنا. يبقى هنا بيقول لك كل لينكايه بترانسميت اونلي وان كوبي اوف ايه مالتي كاست داتا فلو كومبيرد مع مين؟ مع اليونيكاست والبرودكاست. كنا بنفتح فلو لكل ايه لكل يوزر، اما والبرودكاست كنا بنبعت على كل الانترفيسز ما كانش على سبيسيفيك ايه انترفيس. يبقى المالتي كاست هنا عنده مجموعه من الادفانتجز اللي ايه اللي بتبقيه على اليونيكاست مود وعلى البرودكاست مود في استخدام السيرفيسز اللي هي البوينت تو ايه مالتي بوينت. ايه الحاجات دي؟ قال لك كومبيرد، لما تيجي تقارن اليونيكاست مع المالتي كاست هتلاقي ان الايه المالتي كاست بيبريفنت الايه الانكريز بتاع النمبر اوف يوزرز اللي هم ايه اللي هم يعملوا بريشر على الفيديو سورس اللي كل واحد هيبقى له فلو لوحده
ففي الحاله دي بيعمل بريشر وضغط على الايه على السيرفر، وبيعمل انكريز للايه للكونسومشن اوف نتورك ايه ريسورسز، استخدام النتورك ريسورسز بتزيد. خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله ده، بيجي عليه اسئله في الامتحان دايما بعدها لك للمره المليون، بيقول لك which of the following statements are true about البوينت تو مالتي بوينت سيرفيسز، ويقوم جايب لك شويه اختيارات وانت تعيش وتختار الاجابات الايه الصح. فخلي بالك من كل الكلام اللي احنا بنقوله، عشان كده انا دايما بقول لك قبل ما تدخل الامتحان لازم تعدي على الايه السلايدز، ولازم تسمع الحاجات اللي انت حاسس ان انت ناقص فيها في الايه في الريكورد، يعني حاسس ان عندك المعلومه مش واضحه، يبقى في الحاله دي هتكمل المعلومه من هنا والمعلومه من هنا مع التدريب على بعض الاسئله اللي موجوده، علشان تقدر تكمل الصوره بتاعتك وتخش الامتحان تباص الاكزام وتبقى الدنيا ايه تمام باذن الله. يبقى هنا بيقول لك لو قارنت اليونيكاست مع المالتي كاست هتلاقي ان المالتي كاست بيمنع حته الايه البريشر على السيرفر، وبيمنع حته الزياده بتاعت الايه او استخدام النتورك ريسورس بتاعتك بشكل كبير. المالتي كاست تحسن حته السكيورتي، ليه؟ لانه هنا ما بيبعتش كل الايه الانترفيسز ده سبيسيفيك انترفيسز بس، وزاويه اللي هو ايه يويست النتورك ايه ريسورسز، ما بيعملش ويستنج للايه للنتورك ريسورسز بتاعتنا. بالاضافه للمالتي كاست ترانسميشن اللي موجود عندك بايه، بتقدر اللي انت تعمل له امبلمنتيشن اكروس نتورك ايه سيجمنتس، اللي هي بالنسبه لك هنا سيجمنتس معينه هي اللي ايه هتستقبل الايه المالتي كاست سيرفيس اللي انت ايه بتبعته. ده بالنسبه للايه لاستخدامنا للمالتي كاست على البوينت تو بوينت ايه او بوينت سوري تو مالتي بوينت ايه سيرفيسز عندنا. بيكلمك هنا عن المالتي كاست داتا باكيت ستراكشر، شكل الايه الباكيت بتاعه المالتي كاست. بيقول لك هنا الاستراكشر بتاع المالتي كاست داتا باكيت هو نفس الايه الاستراكشر بتاع اليونيكاست، بس الديستنيشن ماك ادرس والديستنيشن اي بي بتبقى عباره عن مالتي كاست ايه ديستنيشن اي بي ادرس ومالتي كاست ماك ادرس. هو ده الايه هو ده الفرق ما بين الايه الباكت بتاعتك اللي هي يونيكاست والباكت اللي هي مالتي كاست. الديستنيشن اي بي بتاع المالتي كاست باكت بتاعتك بيبقى عباره عن مالتي كاست اي بي ادرس، والرينجات بتاعتك من 224.0.0.0 ل 239.255.255.255، وده سؤال بيجي في الامتحان. الرينج بتاعك بتاع الايه الاي بي هات بتاعت الايه المالتي كاست من 224.0.0.0 ل 239.255.255.255، وده الكلاس اللي احنا حاجزينه، ده كلاس دي اللي موجود عندك. طيب الديستنيشن ماك ادرس بيتعرف ازاي؟ يعني انت عارف الديستنيشن اي بي، خلاص هتبعت مالتي كاست على الاي بي الفلاني. طب الديستنيشن بتاعك اللي هو الماك ادرس المالتي كاست بيتحسب ازاي؟ قال لك بنعمل له مابنج من المالتي كاست اي بي ادرس. يعني لو انت هتبعت لاي بي ادرس مالتي كاست هتعمل له مابنج عشان تحوله تجيب له الماك ادرس بتاعه. يعني هيبقى في عمليه مابنج علشان احول من المالتي كاست اي بي ادرس لمالتي كاست ماك ادرس. يعني لو انت بصيت هنا الديستنيشن ماك ادرس بيكون عباره عن المالتي كاست ايه؟ ماك ادرس، ده شكل الايه؟ الباكت بتاعتنا. والمالتي كاست سورس تمام ده بيكون الماك العادي، السورس اللي هو مين؟ الماك العادي اللي هو ده المالتي كاست ده السورس الماك العادي بتاعنا. اما الديستنيشن رايح لمين؟ لجروب اوف ديستنيشن. ففي الحاله دي الديستنيشن ماك ادرس ما ينفعش يكون يونيكاست، ده هو لازم يكون مالتي كاست. طب بالنسبه للسورس هو الاي بي ادرس بتاعك العادي تمام، اما الديستنيشن هو اللي هيكون عباره عن الايه عن المالتي كاست اي بي ادرس اللي هو 239 مثلا دوت 0 دوت 0 كام دوت 1، وده طبعا البيلود اللي هي الباكت بتاعتك الايه الداتا بتاعتك عادي. ففي الحاله دي زي ما انت شايف ان الداتا هتتبعت على النتورك اللي هي المالتي كاست نتورك، لازم تكون فاهمه النتورك بتاعتنا مالتي كاست علشان تقدر توصلنا للمالتي كاست جروب بتاعتنا. زي ما انت شايف هتوصل للايه للجروب بتاعتك اللي هي اصلا اوريدي كل البيسيز اللي موجوده هي عامله جوين على الجروب دي، وبالتالي البيسيز كلها او الهوستس اللي موجوده كلها هتستلم الايه الترافيك بتاع الايه المالتي كاست.
المالتي كاست اي بي ادريسز او الدنيا بتاعتنا شغاله ازاي بالنسبه للمالتي كاست اي بي ادريسز، ريزيرفد ازاي، حاجزينها ازاي ومظبطين الرينج بتاعك ازاي. قال لك الاي بي فيجن 4 ادريس سبيس هو عباره عن الكلاس دي، هو ده اللي محجوز لمين؟ للمالتي كاست. خلي بالك الكلام ده بيجي عليه اسئله بتطير درجات في الامتحان. يبقى كلاس دي ادريس اللي هو 224.0.0 تمام، ده بالنسبه لك هو ايه؟ يوز للايه؟ للمالتي كاست. المالتي كاست ادريس بيريبريزنت البوينت تو مالتي بوينت داتا فلو. الكلام اللي انا بقوله ده لازم تحطه في ذهنك. يبقى البوينت تو بوينت داتا فلو احسن حاجه بتسبورت الكلام ده معاك هو مين؟ المالتي كاست ايه؟ سيناريو. المالتي كاست سيناريو هو اللي بيسيرف على مين؟ على البوينت تو بوينت ايه؟ او بوينت تو مالتي بوينت داتا فلو. بقول لك على سبيل المثال الاي بي تي في داتا فلو او الفويس كونفرنس داتا فلو، الحاجات دي كلها امثله للايه؟ للبوينت تو مالتي بوينت ايه سيرفيسز. بقول لك في بعض الكيسز الديفرنت سيرفيسز اللي موجوده زي الاي بي تي في والفويس اون ذا سيم مالتي كاست ايه نتورك ممكن تستخدم الايه؟ الديفرنت مالتي كاست ايه اي بي ادرس. يعني ايه الحته دي؟ بيقول لك عندك ديفرنت ايه سيرفيسز وعندك موجود مالتي كاست ايه نتورك، بس المالتي كاست نتورك موجود عليها اكتر من مالتي كاست ادريسز، يعني موجود عليها اكتر من جروب، فممكن الايه السيرفيسز اللي موجوده ايه تسيرف اكتر من ايه من جروب عادي. يعني مثلا عندي فويس، عندي الفويس ده بيسمعه مثلا جروب واحد واثنين وثلاثه، وعندي جروب اربعه بيسمع فيديو او اي بي تي في. فبيقول لك على نفس النتورك ممكن تتعامل مع اكتر من ايه؟ من ديفرنت مالتي كاست اي بي ادرس، وده الطبيعي عندك اكتر من جروب، كل جروب فيهم بيستغل سيرفيس معين. فالكلام ده ايه؟ مفيش منه اي ايه؟ مشاكل. وهنعرف ازاي الكلام ده بيتحدد قدام. يعني انت هتعرف بعد كده ان في اصلا مالتي كاست ايه؟ بروتوكول، راوتنج بروتوكول مالتي كاست لوحده هو اللي بيظبط الدنيا دي. هو ده اللي مسؤول انسايد الاوتونوموس سيستم اللي هو يعمل الايه؟ الكلام ده. الايانا طبعا اللي هو الانترنت اسايند نمبر اوثوريتي دي اللي مسؤوله او هي اللي عملت ديفاين للكلاس دي. بناء على الايه؟ التيبل اللي قدامك شوف الرينجات بتاعتك بايه؟ بتتعامل ازاي؟ قال لك الرينج من 224.0.0.0 ل 224.0.0.255 الرينج ده محجوز للراوتنج ايه؟ بروتوكول. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الاوس بي اف وقلنا بيبعت مالتي كاست للايه؟ للدي ار والايه؟ والبي دي ار على 224.0.0.6 وبيبعت للدي ار اذرز على كام؟ على دوت 5. فده كله ايه؟ بالنسبه لك ريزيرفد لمين؟ للراوتنج ايه؟ بروتوكولز. طيب بيقول لك هنا اللي فيه عندك تو موديل بالنسبه للايه؟ للمالتي كاست او شغل البوينت تو مالتي بوينت، عندي اتنين موديل بتعامل معاهم. لا اما اني سورس مالتي كاست، يعني ايه؟ يعني الجروب اللي موجود بيستقبل اي مالتي كاست موجود من اي سورس، ده اسمه اني سورس مالتي كاست. تمام، يبقى ده اسمه ايه؟ اني سورس مالتي كاست. طيب اني سورس مالتي كاست الايه؟ الادرس رينج بتاعتها زي ما انت شايف من 224.0 دوت 1.0 ل 231 255. طبعا الكلام ده انت مش ايه؟ مش محتاج تحفظه. يعني محتاج بس تعرف الايه؟ الرينج بتاعك هو ايه؟ تمام، يبقى انت عندك مجموعه من الرينجات محجوزه للاني سورس، يعني الجروب اللي موجود بيستقبل من اي سورس موجود. يعني لو عندي مالتي كاست سورس A ومالتي كاست سورس B وعندي جروب شغال باني سورس مالتي كاست، معنى كده اللي هو بيستقبل اي حاجه. سواء بقى من A و B هيستقبل الايه؟ الترافيك عادي. طب لو هو سورس سبيسيفيك، يعني هو بيحدد ان الجروب ده بعينه هيستقبل السيرفيس من المالتي كاست ايه؟ سورس ده. يبقى هنا عندك مجموعه من الايه؟ من الرنجات برضو بتتعامل معاه. اللي هو ال 232.0.0.0 لحد كام؟ 232 255 255 255. طبعا ده اللي انت محتاج تحفظه او تعرفه. يبقى انت هنا لو هتتعامل مع سورس سبيسيفيك يبقى المفروض المالتي كاست جروب بتاعتك تبقى واقعه في الايه؟ في رينج الاي بيهات ده. طب لو انت في الحاله الاخيره اللي انت شغال برايفت، يعني حاجه معموله كده ايه؟ ريزيرفد للايه؟
للبرايفت، يعني اني سورس مالتي كاست بس شغال في الايه في البرايفت علشان الادمنستريشن دومين. قال لك في الحاله دي احنا ايه، احنا عملنا لك برضو ايه رينج اللي هو 239.0.0.0 لحد 239.3200 كام 55. ده برضو بالنسبه لك لازم تبقى ايه عارف. ده بالنسبه للايه للتوزيعه او التاكسونومي بتاعت الادرس ايه رينج بتاع المالتي ايه المالتي كاست سبيس. سامعين الاول ولا في مشكله في الصوت؟ تمام طيب تمام. بعد كده بنتكلم عن الايه عن المالتي كاست ماك ادرس ازاي. مش احنا قلنا في مابينج ما بين الديستنيشن اي بي ادرس هحوله يبقى ايه، عاوز اطلع الديستنيشن ماك ادرس اللي هو المالتي كاست بتاعي. طب هتحوله ازاي؟ قال لك ركز كده في الايه في الدياجرام اللي موجود او في الرسمه اللي قدام. يقول لك هنا ان انت عندك الاي بي ادرس هو عباره عن 32 بت. تعرف اللي هو كام 32 بت. قال لك هتعمل ايه؟ قال لك بالنسبه لك هنا في 25 بت انا هديهم لك فيكسد تكتبهم في الماك ادرس. لا ايانا هي اللي قالت لك الايه ال 25 بت دول، ال 24 انا ايه هقول لك هما ايه يعني هثبتهم لك. ال 24 وال 25 اللي هي البت رقم 25 دايما هتكون ايه هتكون زيرو. يبقى زي ما احنا قلنا كده هيجي يكتب الايه الرينج ده، هيكتب اللي هو 0x0110005e وايه والبت اللي هي رقم 25 هيخليها صفر هيثبتها زي ما انت شايف. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ قال لك بالنسبه لك هنزل لك الايه، انت كده دلوقتي نزلت الايه ال 25 ثبتهم، هجيب ال 23 بت اللي هم موجودين في الاي بي تمام اللي هم ايه موجودين في الاي بي. مش هاخد اول ايه، قال لك انا مش هاخد اول ايه اول 23 تمام اللي هو من على ايد اليمين دول ايه هتعامل بيهم، بس هثبت الايه ال 224 اللي في الاول دول مش هاخد ايه مش هاخد منهم حاجه. يعني ال 224 وهاخد بت بعدها منين؟ من يعني هنقول 8 يعني هاخد 9 هثبته يعني ايه مش هعتبرهم موجودين معايا، وهعمل مابنج للايه لل 23 التانيين تمام. هعمل مابنج للايه لل 23 الايه التانيين زي ما انت شايف، فنزلهم زي ما هم على الايه على الماك ايه على الماك ادرس بتاعك. يبقى الفكره هنا كلها اللي انت عندك الايه ال 23 اللي هم بالنسبه لك الليست سيجنيفيكانت تمام، دول هنزلهم زي ما هم على الايه على المالتي كاست ماك ادرس مع التثبيت اللي هو بتوع ال 24 بت اللي كانوا متثبتين من ايانا مع تثبيت الصفر. يبقى انا كده كونت الايه المالتي كاست ماك ادرس. هتقول لي طب ما انت ممكن يبقى عندك اكتر من مالتي كاست جروب عندهم نفس الماك ادرس. هقول لك لا، في الحاله دي مش هيبقى عندنا الايه ماكات متشابهه. ليه؟ لان بالاسلوب ده انت كل مره بت ايه بتغير. يعني انت عندك المالتي كاست ادرس في الرينج اللي هو بتاعنا من كام لكام، قلنا من 224 لحد 200 9 وكام و30 225 200 كام لحد ايه لحد الاخر 255 255 لحد الايه لحد الاخر. طب انت هتعمل ايه؟ قال لك هثبت الاوكتت اللي هو بتاع مين ال224 مع تثبيت البت اللي موجوده في الايه في الاوكتت الثاني هثبته. فانا في الحاله دي هضمن الايه عدم الايه عدم الايه التكرار، يعني عدم التكرار اللي ما يطلعش عندي نفس الماك ادرس مرتين. يعني لو انا عندي مالتي كاست اي بي لو جيت اعمل مابنج مش هيطلع عندي نفس الايه الماك ادرس تاني بنفس الايه الاسلوب وبنفس الايه الطريقه اللي موجوده ايه قدام. يعني بقول لك فور اكزامبل لو انت عاوز تماب ال 224.0.1.1 تمام هتعمل ايه؟ قال لك هتستخدم الاسلوب اللي احنا قلناه. هتيجي تبص على الماك ادرس لو انت بصيت كده هيقول لك 01 تمام، بعد كده يقول لك ايه 005e. الجزء ده ايه فيكسد تمام، الجزء ده بالنسبه لي فيكسد. وهيعمل ايه بقى؟ هياخد الصفر كمان منين؟ من الجزء اللي هو فين اللي بعده. يعني خد 25 بت فيكسد ثبتهم، بعد كده هيبتدي يعمل ايه؟ هيجيب الجزء اللي هو بتاع الاي بي اللي هم الثلاثه اوكتت دول يبتدي يفكهم وياخد ال 23 بت اللي هم الليست سيجنيفيكانت وينزلهم فين
هينزلهم في الايه في الماك، هيطلع الايه الماك بتاعي بالايه بالاسلوب ده. طبعا ده سؤال بيجي في الامتحان، بيجيب لك مالتي كاست ادرس ويقول لك انا عاوزك تختار المقابل ليه بالماك ادرس، هيبقى بنفس الايه الاسلوب. طبعا هو ما كانش شرح الكلام ده في الراوتنج والسويتشنج بالتفصيل، كنا بنحتاج نقعد احنا نكتب الايه الكلام ده ونفهمه للناس ونقول لك اللي فيه ريزيرف، هو دلوقتي شرحه بالايه بالتفصيل، يعني موضح الكلام مش محتاج اللي احنا نكتب حاجه، هو موضح الايه الكلام بالتفصيل في الايه في السلايد. فده مثال بيجي في الايه في الامتحان. يبقى الموست سيجنيفيكانت اللي هم ال 24 في الماك ادرس دول بالنسبه لك ثابتين، ومعاهم الايه ال 25 اللي هو رقم 25 بت رقم 25 بتبقى زيرو، وبعد كده بتماب الباقي ال 23 من الليست سيجنيفيكانت ايه بيتس من الاي بي فيرجن 4 مالتي كاست ايه ادرس بتاعنا. ده بالنسبه لايه للماك ادرس اللي هو الايه المالتي كاست. طيب بالنسبه لشكل النتورك او الاركتكشر بتاع المالتي كاست نتورك بتاعتك شكلها بيكون ازاي؟ قال لك بيبقى في عندك سورس اند نتورك، وده بالنسبه لك اللي بيبقى عندها المالتي كاست ايه سورس، يعني دي الحته اللي او المنطقه اللي بيكون فيها المالتي كاست سورس اللي هو بيبعت الترافيك بتاعه، يبقى بيسند المالتي كاست داتا ايه المالتي كاست فوروردنج ايه نتورك. الجزء اللي في النص ده هو المالتي كاست ايه فوروردنج نتورك، ده بيبقى فيه مالتي كاست راوتنج بروتوكول شغال بيعمل ايه، بيعمل لوب فري مالتي كاست فوروردنج باس، بيطلع لك باس بالنسبه لك بيكون لوب ايه لوب فري. يعني ايه لوب فري؟ يعني مفيش فيه ايه مفيش فيه لوب. ده بالنسبه لمين؟ قال لك ده بالنسبه للايه للجزء اللي هو بتاع الايه المالتي كاست فوروردنج ايه فوروردنج نتورك بتاعتنا. طيب بالنسبه للايه، وطبعا الجزء ده بيبقى دايما بنشاور عليه بحته الايه المالتي كاست ديستريبيوشن ايه تري اللي هو بالنسبه لك الايه اللي هي موجود فيه الباصص بتاعه الايه اللي بتروح للمالتي كاست ايه جروبس اللي موجود عندنا. فطبعا الايه الفوروردنج باس ده بيتبنى بناء على المالتي كاست ايه راوتنج بروتوكولز اللي احنا هنعرف بعد كده اللي إيه حاجه اسمها البيم اللي هو البروتوكول اندبندنت ايه مالتي كاست. بعد كده الترافيك بتاعك الباص خلاص انت بنيته لحد مين؟ لحد المالتي كاست جروب ديستنيشن، يبقى انت في الحاله دي بتنتقل لمرحله الريسيفر اند نتورك. المرحله دي بالذات اللي انت بيبقى عندك الايه المالتي كاست فوروردنج نتورك بتحاول تديتكت اللوكيشن او مكان الايه المالتي كاست جروب ممبرز اللي هيستقبلوا الايه الترافيك ده، وفي نفس الوقت المالتي كاست جروب اللي هيبتدي يبقى الممبرز بتوعه هيتعمل فيهم ايه جوين. يعني عندي جروب بشوف مين اللي هيبقى هوستس هتعمل جوين على الجروب، وفي نفس الوقت عاوز اشوف اللوكيشن بتاع مين المالتي كاست جروب ممبرز دول فين بالظبط. ما انا عندي اكتر من جروب تمام وعندي اكتر من ممبر، فانا هشوف انا هبعت لانهي واحد فيهم بالظبط مكانهم فين وبالظبط ايه ايه الجروب او ايه الممبرز بتوع الجروب ده. مين اللي بيظبط لك الكلام ده؟ قال لك الاي جي ام بي اللي هو الانترنت جروب مانجمنت ايه بروتوكول، ده بالنسبه لك اللي بيعمل مانجمنت للايه لل الجروب نفسه، وهو اللي مسؤول عن حته الايه المالتي كاست ايه جروبنج، واللي هو يظبط الايه الدنيا بتاعه الايه جروبس عندنا، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في تشابتر ايه لوحده. يبقى الاي جي ام بي ده بيستخدم علشان يوبتين المالتي كاست جروب ممبرز عشان يجيب لك الممبرز بتاعه الايه المالتي كاست ايه جروب ده مين ده الاي جي ام بي، ويجيب لك اللوكيشن بتاعهم، وفي نفس الوقت الايه مين اللي عملوا جوين على الايه على الجروبس دي. طيب ايه حته المالتي كاست راوتر اللي هو اللي اسمه اف اتش ار؟ لو انت ملاحظ كده هتلاقي عندك في حاجه اسمها الايه الاف اتش ار، ده اللي هو اسمه ايه، قال لك بالنسبه لك ده بيكون الفيرست هوب راوتر. الفيرست هوب راوتر ده بالنسبه لك اللي هو اول راوتر هتعدي عليه علشان تبعت الايه المالتي كاست ترافيك بتاعك. طب ال اتش ار اللي هو اللاست ايه هوب راوتر اللي ده بالنسبه لك اللي هو اخر راوتر هتعدي عليه علشان تبعت الترافيك للايه للريسيفرز بتوعك اللي هم الايه المالتي كاست جروب بتاعتك. طبعا الايه الاركتكشر ده مهم، بيجي عليه برضو اسئله اللي هو حته السورس اند اللي بيكون فيه المالتي كاست سورس،
المالتي كاست فوروردنج نتورك دي مجموعه من الراوترز اللي بيبقى بتعرف المسارات اللي بتقدر تبني اللي هو المالتي كاست ديستريبيوشن تري عشان تعرفك الباص لحد مين الديستنيشن. بالنسبه لك الاند الاخير اللي هو بالنسبه لك الايه جزء بتاع الريسيفر اند ايه نتورك بتاعك. طبعا اللي مسؤول عن حته الاوبتين مالتي كاست جروب ممبرز واللوكيشنز بتاعتهم تمام هو مين الاي جي ام بي بتاعنا، وهنعرف بالتفصيل الاي جي ام بي يعني ايه. المالتي كاست سيرفيس ايه مودلز، احنا اتكلمنا عن السيرفيس مودلز دي في اول خالص لما ايه لما اتكلمنا لو اتكلمنا في الادرس سبيس. حد فاكر يقول لنا لما اتكلمنا في الادرس سبيس او الادرس رينج اتكلمنا عن تو موديل في حته الايه المالتي كاست، حد يفرق لنا كده ما بينهم؟ يعني قلنا ان المالتي كاست عنده اتنين موديل في حته اللي هو بيرسل الترافيك ازاي. حد فاكر الايه الكلام اللي احنا قلناه؟ قلنا اللي فيه عندك نوعين، قلنا اللي فيه الاني سورس وعندك السورسز سبيسيفيك. طبعا مين بالنسبه لك اللامن كده بالايه بالعقل هو مين؟ قال لك السورسز سبيسيفيك ليه؟ لان انت هنا بالنسبه لك الراجل ده الجروب دي بتبقى متخصصه اللي هي الايه تستقبل من الايه من المالتي كاست سورس ده، ده اللي اسمه ايه اس اس ام اللي هو الايه السورس سبيسيفيك مالتي كاست، ده الموديل بتاعنا. يبقى في حاله السورس سبيسيفيك مالتي كاست يبقى الجروب بتاعتنا بتستقبل منين؟ من اونلي مالتي كاست باكيت من السبيسيفيك سورس. يعني لو عندك في النتورك اتنين مالتي كاست سورس هو مش هيستقبل الا منين؟ من سورس واحد فيهم. عندك بقى الاني سورس مالتي كاست موديل ده بيستقبل منين؟ من اي حد موجود. يعني عندك اتنين مالتي كاست سورس هو هيستقبل منين؟ من الاتنين عادي. ده الفرق ايه ما بينهم. فبيقول لك في الاني سورس بعد ما الممبر بيجوين على المالتي كاست جروب الممبر ده بيقدر يريسيف الداتا من اي سورس موجود، من اي ايه من اني سورس تو جروب، الجروب اللي هو فيها بتستقبل اي حاجه منين؟ من الايه المالتي كاست ايه سورسز اللي موجود. طب لو انت هتجوين عندك في السورس سبيسيفيك مالتي كاست بيقول لك بعد ما الممبرز بيعملوا جوين على المالتي كاست جروب ايه اللي بيحصل؟ الممبرز دول بيقدروا اللي هم يستقبلوا اونلي ريسيف الداتا ايه سند منين؟ من سبيسيفيك ايه سورس للايه للجروب ده. زي ما انت شايف في السيناريو الثاني لو انت عندك اتنين مالتي كاست سورس بيستقبل منين؟ الجروب بتستقبل من واحد بس ايه فيهم، وخلي بالك برضو ده سؤال في الامتحان. هنتكلم عن السكشن اللي هو رقم اتنين بالنسبه لنا. السكشن رقم اتنين بيقول لك اللي هو المالتي كاست داتا فوروردنج امبلمنتيشن، ازاي الداتا بيحصل لها فورورد. قال لك لو انت شغال على الايه جزء اللي هو بتاع المالتي كاست بعض المشاكل ممكن تحصل معاك. ركز بقى معانا في الايه في الكلام ده. قال لك ايه المشاكل اللي ممكن تحصل معاك؟ قال لك الاتي. قال لك لو انت عندك المالتي كاست سورس بتاعك ممكن يحصل عندك لوب وممكن يحصل دوبليكيتد ايه باكيتس موجود عندك. ازاي؟ قال لك لو الراجل ده هيبعت الباكيت بتاعته للجروب اللي هي جروب كام؟ جروب واحد على الاوت باوند انترفيس طبعا اللي هو واحد وكام واثنين. يعني بيقول لك الاوت باوند هتخرج منين؟ من واحد وكام واثنين، ده واحد ده اثنين وده ايه وده واحد، هتخرج من الانترفيس دي الراوتر ده هيبعتها تمام. يعني الترافيك هيجي له هيقول له انت رايح فين؟ هيقول له رايح للجروب الفلاني تمام. الجروب الفلاني ده الاوت باوند عشان تروح له عندك ايه اوت باوند انترفيس، الانترفيس واحد وانترفيس كام؟ اثنين. هتوصل للراجل مين؟ هتوصل للراجل ده هيقول له انت رايح فين؟ هقول له رايح لجروب واحد، اقوم رايح قايل له ايه ابعت، هيبعت فين؟ على الايه على الانترفيس اللي هو رقم كام؟ اتنين. هتوصل للراجل ده هيقول له ابعت هنا وايه وارجع ابعتها تاني، يعني ابعت على تلاتة وكام؟ واحد. هيبتدي يبعتها فين؟ للراوتر اللي هو رقم اتنين تاني، هترجع ترجع له تاني وهكذا. فده هيحصل معاك ايه لوب في الايه في النتورك بتاعتك تمام. وغير كده وكده اللوب اللي هيحصل هيحصل دوبليكيتد ايه باكيتس، يعني الباكيتس كل مره هتبعت لك تاني هتاخد نسخه من الايه من الباكيتس تاني، يعني هيحصل لوب وفي نفس الوقت هيحصل ايه دوبليكيتد باكيت، يعني الباكيت هترجع ترجع لك تاني مره تانية على المالتي كاست ايه جروب اللي انت فيها. يعني زي ما انت شايف كده الايه الترافيك قاعده بتلف تمام، ده الايه المالتي كاست الترافيك بتاعك بيلف وبيجي لك نسختين
بيجي لك نسختين منين؟ لو مشيت مع السهم اللي انت شايفه اللي هو بالايه؟ بالازرق. تمام، لو مشيت مع الازرق هتلاقي طالع من هنا، او الازرق راح كده ورجع جه تاني ورجع ايه؟ اتبعت عندك ايه؟ واحده تحت، وبعد كده اتبعت تاني رجع وقام راجع لك تاني. طب لو انت مشيت مع الايه؟ مع الاحمر، لو انت هتبعت منين؟ من الطريق ده. يعني انت ممكن تبعت منين؟ من الطريق ده، او منين؟ من الطريق التاني. فالاحمر ده لو انت هتبعت منين؟ من الطريق التاني، فهتمشي كده وترجع تروح للراجل ده، وبعد كده هتطلع وهكذا، وهيجي نسخه مين؟ للراجل ده تاني، وترجع ترجع له. ايه اللي هيحصل؟ بيحصل معاك لوب، وفي نفس الوقت دوبليكيت للايه؟ للباكتس اللي موجوده عندك. ده اول مشكله ممكن تحصل معاك في المالتي كاست ايه؟ داتا فورورد. طب المشكله الثانيه، قال لك السب اوبتيمال باس. يعني ايه السب اوبتيمال باس؟ قال لك في حاله لو انت هتبعت، يعني انا هنا المالتي كاست باكت بتاعتي هتوصل لمين؟ للراوتر ده اللي هو بالنسبه لي الفيرست هوب ايه؟ راوتر. بعد ما توصل له هتقول له انت رايح فين؟ هيقول لك انا رايح هبعت مالتي كاست. قال لك هتبعتها فين؟ قال لك هبعتها من على الانترفيس ده. انترفيس كام؟ اتنين. بعد كده هتوصل لمين؟ للراوتر اللي هو ايه؟ اللي هو راوتر ثلاثة. هت ايه؟ هتوصل لمين؟ للديستنيشن. فقال لك طب ما ممكن يحصل عندك سب اوبتيمال باس اللي هو ايه؟ ده المسار الطبيعي اللي هو الازرق ده هو الايه؟ الطبيعي. قال لك ده ممكن الترافيك تجي لك كده، يحصل عندك ايه؟ سب اوبتيمال باس. يبقى انت من الحاله دي تقدر تقول لي حاجه، يعني تقدر تكلمني كده في كونسبت، يعني لما يحصل سب اوبتيمال باس يبقى انت محتاج ايه؟ يعني انت في الحاله دي ده مالتي كاست ترافيك، فانت المفروض عشان ما يحصلش عندك سب اوبتيمال باس المفروض تعتمد على مين؟ يعني انت المفروض عشان ما يحصلش عندك مشكله الايه؟ السب اوبتيمال باس ده، يعني انت المالتي كاست ترافيك هيتبعت هنا وهنا، تمام؟ هيوصل من عند اللي هو الراوتر واحد لراوتر كام؟ ثلاثة مباشرة، يا إما يعدي على راوتر اتنين، وبعد كده ما يعدي على اتنين يجي على ثلاثة. فقال لك دي مشكلة برضو بالنسبة لك. يبقى أنت المفروض تعتمد على مين؟ قال لك هتعتمد على الراوتنج تيبل بتاعك، لأن اعتمادك على الراوتنج تيبل هيوصلك للإيه؟ للأوبتيمال باص بتاعك. اعتمادك على الراوتنج تيبل هيوصلك للإيه؟ للأوبتيمال باص. معنى كده إن أنت لازم تبني باص علشان توصل لمين؟ للمالتي كاست جروب بتاعتك. يعني لازم اللي انا هبني باص علشان اوصل لمين؟ للمالتي كاست ايه؟ جروب بتاعتك. مش هسيب الدنيا مفتوحه كده، لو انت مجرد هتبعت هتروح هنا وايه؟ وهنا، مش هتعامل بالاسلوب ده. ليه؟ لان الاسلوب ده هيعمل لك لوب، وفي نفس الوقت هيعمل لك سب اوبتيمال باص ودوبليكيتد باكيتس. هتوصل لمين؟ للمالتي كاست جروب، يعني هتوصل لك مرتين. انت بعت مالتي كاست فالراوتر هيعمل لها فورورد مرتين، مره في المسار اللي هو R2 ومره في المسار اللي هو بتاع مين؟ R3. وبالتالي الترافيك هيوصل لك ايه؟ هيوصل لك مرتين. وده كده بالنسبه لك هو ايه؟ سيناريو خطا بالنسبه للايه؟ للمالتي كاست. طب ايه السيناريوهات بقى الصح؟ وهنعالج الكلام ده ازاي عشان نحل اللوبس والايه والسب اوبتيمال باسز اللي موجود عندنا. قال لك عشان تحل الكلام ده هتستخدم حاجه اسمها الار بي اف، اللي هو بالنسبه لك الريفرس باس فورورد. الريفرس باس فورواردنج بيقول لك ان انت هنا عندك مالتي كاست ايه؟ راوتنج انترس. هيبقى عندك مالتي كاست ايه؟ راوتنج ايه؟ انترس. المالتي كاست راوتنج انترس دي تمام، علشان تبتدي تشيك على الايه؟ الكلام اللي احنا بنقوله هتشيك ازاي؟ قال لك دلوقتي انت السورس بتاعك تمام، والايه؟ وبالنسبه لك الانباوند المفروض انت عارف مين السورس وعارف الايه الترافيك جاي لك منين، الانباوند بتاعك. طيب يعني انت عارف السورس بتاعك هو مين اللي هو صاحب الايه الترافيك. لو انت بصيت هنا ركز بقى معانا في الايه في الحته دي، لو انت عندك هنا انت عارف السورس اللي هو كام؟ اللي هو 0.2، وعارف الايه الانباوند ده بالنسبه للراوتر ده، وعارف الاثنين، يعني عارف السورس وعارف الايه الانباوند. يعني لو انت بصيت هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك علشان تمنع المشاكل بتاعت الايه؟ اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت اللوبس والدبليكيتد والكلام ده كله، يبقى انت هتعمل ايه؟ قال لك المفروض هتشيك على مين؟ على الايه؟ المالتي كاست راوتنج ايه؟ انترست بتاعتك. طيب ازاي؟ انا عاوز افهم الكلام اللي مكتوب. قال لك انت بتبص على الايه؟ الانترفيس اللي هو الايه؟ الانباوند.
انت هنا بالنسبه لك في المثال لو انت بصيت على الراوتر ار 3 الانباوند بتاعه بيقول لك انا عارف السورس كذا وعارف الجروب اللي انا ايه هبعت عليها الايه او الجروب اللي هي ايه بتجي لها المالتي كاست دي ترافيك. الانباوند هيكون كام؟ قال لك بيبقى جاي لي من خلال الايه الانترفيس اللي هو واحد، انترفيس واحد اللي هو مين؟ اللي هو ده. والاوت باوند هيكون كام؟ هيكون ثلاثه اللي انا هخرج لمين؟ للايه؟ للمالتي كاست جروب على طول مباشره. ده اسمه مالتي كاست راوتنج تيبل. انت عارف فيه السورس وعارف الجروب وعارف الانباوند وعارف الايه؟ الايه؟ الاوت باوند. قال لك في حاله لو انت جيت تشيك على الانباوند انترفيس انت هتبص في الحاله دي لمين؟ للسورس والايه؟ والانباوند. لو انت شيكت على الانباوند انترفيس ولقيت ان الانباوند انترفيس ده انت تعرف ايه هو ده المسار اللي موجود في الايه في الراوتنج تيبل عشان تروح للسورس ده، يبقى فعلا هو ده كده ايه تمام، مفيش فيها ايه اي مشكله، مفيش فيها لوب هيحصل. يعني انت هنا بتشوف الانباوند انترفيس لو الترافيك اللي جاي لك منه الانباوند انترفيس ده هو نفسه الانترفيس اللي انت هتطلع منه علشان توصل للمالتي كاست سورس، يبقى انت في الحاله دي الدنيا تمام، ما انت مش هيحصل معاك ايه معاك لوب ولا هيحصل معاك دوبليكيت باكتس موجود عندك. ركز معانا تاني في المالتي كاست راوتنج تيبل، ركز الفكره هنا بتقول ايه؟ اللي انت عندك ده السورس اللي هو الراجل الاي بي ده، وعندك الجروب بتاعتك اللي المفروض هتستقبل الايه المالتي كاست. المالتي كاست راوتنج تيبل دايما بتحدد فيها الانباوند والايه والاوت باوند، يعني يقول لك في ترافيك جاي لي منين؟ من الانترفيس ده اللي هو كام؟ واحد. لما اجي اخرجه او اوديه للجروب، عشان اوديه للجروب ده الباص بتاعي اللي انا هعدي على الايه؟ على انترفيس اللي هو رقم ثلاثه. عشان تشيك وتعمل حاجه اسمها الار بي اف تشيك، يبقى انت هتبص على السورس والايه؟ والانباوند. ركز بقى في الايه؟ في النقطه دي. تركيزك في السورس والانباوند عاوز تعرف ايه بالظبط؟ هتبتدي تشوف لو الانباوند انترفيس بتاعك تمام هو ده نفس الانترفيس اللي انت هتخرج منه علشان تروح للسورس، يبقى كده الدنيا تمام، مش هيحصل معاك ايه لو يعني لو انا عاوز اروح للاي بي بتاع الراجل ده اللي هو 192 168 02، المفروض الراوتر ده عارف اللي هو هيخرج منين؟ من الانترفيس ده، يعني هو ده الاوبتيمال باص. وبالتالي لو تطابق معاه الانباوند انترفيس في المالتي كاست راوتنج تيبل مع الاوت باوند ايه انترفيس على الراوتنج تيبل، يبقى في الحاله دي المسار ده اوبتيمال والدنيا تمام ومش هيحصل له. اتفهمت القصه دي؟ اتفهمت الحته دي ولا عيدها تاني؟ نعيدها تاني؟ الناس معانا انتوا سامعيني اصلا ولا انا مش سامعكم انا؟ يعني الحته دي وضحت كده، لان هي دي بتيجي في الامتحان كتير. بيقول لك ايه؟ بيقول لك في المالتي كاست راوتنج تيبل، في الراوتنج تيبل اللي موجود قدامك ايه اللي بيحصل عشان الراجل ده يشيك؟ هل فيها هيحصل لوب ولا مش هيحصل لوب؟ اللي بيخليه يشيك ويشوف الدنيا حاجه اسمها الار بي اف اللي هو الريفرس ايه باس فوروردنج. يعني انا بقف كده على الراوتر ده واشوف المالتي كاست راوتنج تيبل بتقول لي ايه؟ بتقول لي عشان تبقى انت جاي لك ترافيك من السورس اللي هو واحد تمام، هيجي لك الترافيك منين؟ من الانباوند انترفيس، هيدخل عليك ترافيك اللي هو الانترفيس كام؟ على انترفيس واحد، وهتخرج الترافيك على انترفيس ثلاثه. في حاله بقى الار بي اف انت هتشيك على مين؟ قال لك هشيك على السورس والايه؟ والانباوند. هتقف هنا، هتقول لي كده من وجهه نظر الراوتر رقم ثلاثه علشان يروح للشبكه اللي هي بتاعت اللي فيها السورس ايه؟ مالتي او المالتي كاست سورس، هيروح بالذات. قال لك الراوتر ده لما يجي يروح هيروح من الانترفيس اللي هو كام؟ اللي هو واحد. هتقول لي اه لما كده فعلا متطابق الايه؟ الانترفيس اللي هو اللي انت هتخرج منه في الراوتنج مع الانترفيس اللي انت ايه هيجي لك عليه الترافيك منين؟ من الايه؟ المالتي كاست، وبالتالي هنا مش هيحصل معاك ايه؟ مش هيحصل معاك لو. ليه؟ لان الراوتنج تيبل بتاعي اللي هو اليونيكاست تمام بايه؟ بيقول لي هو ده الطريق. والمالتي كاست راوتنج تيبل بيقول لي انت هتستقبل لو انت هيجي لك ترافيك هتستقبله على الايه؟ على الانترفيس ده.
معنى كلامه اللي فعلا كده مش هيحصل معايا ايه لوب، يبقى انا هستقبل الترافيك منين؟ من حاجه واحده بس، على عكس قبل كده. يعني انا لما اتكلمت معاك في الايه في السلايدز او المشاكل اللي كانت، بتلاقي الراوتر بتاعك ار 3 بيستقبل من ار 1 وبيستقبل من ار 2، وده كان بيعمل دوبليكيت للايه للترافيك عند البي سي او الهوست. لكن المره دي في حاله الار بي اف اللي هو اللي تشيك، ايه اللي بيحصل؟ بيقف كده يبص على الايه على السورس، يشوف السورس ده انا هروح له ازاي. قال لك اروح له من خلال انترفيس واحد. طب وانا في المالتي كاست ايه راوتنج تيبل هيجي لي الترافيك منين؟ قال لك هيجي لك منين؟ من الانترفيس اللي هو واحد برضه. هيقول لك اذا تطابق الانباوند مع الاوت باوند في الراوتنج، يبقى كده مش هيحصل ايه، مش هيحصل له. اتفهمت الكلام ده؟ اتفهم معانا ولا نعيده تاني؟ سهله يعني، هي بس الكونسبت جديد شويه. يعني جديد في ايه؟ اللي انت عندك مالتي كاست راوتنج تيبل وعندك الراوتنج تيبل بتاعك، عشان تضمن اللي ما يحصلش لوب، اللي المفروض تستقبل المالتي كاست ترافيك ده على الاوبتيمال باس. ما ينفعش ايه يجي لك ترافيك من الايه من السب اوبتيمال او حاجه مش اوبتيمال بالنسبه لك وتستقبلها. الفكره كلها ان انت بتديبند هنا على الايه على شغل الراوتنج. يعني انت هنا بتديبند في الار بي اف ده على شغل الايه على شغل الراوتنج بتاعك. يعني معنى كلامك ان انا لو استقبلت الترافيك او موجود عندي ترافيك على الايه على الانترفيس اللي هو 2، لو جاي لي انباوند على 2 انا مش هستقبله لو انا شيكت على الار بي اف. ليه؟ لان اجي ابص الاقي الاوت باوند انترفيس بتاعي، لو انا هروح للاي بي ده هخرج من انترفيس واحد، فمعنى كده لو جاي لي حاجه على انترفيس 2 هعمل لها ايه؟ هعمل لها ديسكارد. ومعنى كده كلامك برضو اللي مش هيحصل معاك السب اوبتيمال باس، ومش هيحصل معاك اللوب، ولا هيحصل معاك الدوبليكيتد فريمز اللي موجود او الدوبليكيتد باكتس الايه اللي موجود. هل كده الايه اتفهمت؟ وصلت تمام كده؟ لان الار بي اف ده بيجي عليه سؤال في الامتحان. يبقى بقول لك لنفس المالتي كاست سورس، لو انت بتتعامل مع نفس الايه المالتي كاست سورس، الديفايس بيحدد يونيك انباوند انترفيس للايه للمالتي كاست ترافيك ده. يعني لو انا عندي مالتي كاست سورس لنفس المالتي كاست ايه سورس، الراوتر الواحد بيحدد يونيك ايه انباوند هيجي له منين بس، مش هقدر استقبل من ايه من اتنين انترفيس، ده هو انترفيس واحد بس من خلال الايه الريفرس باس فوروردنج تشيك. الكلام ده بيحصل من خلال الريفرس باس فوروردنج ايه تشيك. يبقى هنا اللي الار بي اف تشيك ده بيزد على المالتي كاست راوتنج انتريز اللي موجوده، بيبص على المالتي كاست راوتنج انتريز اهو زي ما احنا شايفين كده، بيشوف المالتي كاست انفورميشن اللي هو الايه السورس والجروب، بيبص على الانترفيس اللي هو الانباوند، وبيبص على السورس. بناء على المعلومات بتاعت الراوتنج، لو انا لقيت الاوت باوند اللي انا هخرج منه هو الانباوند اللي جاي لي بيه المالتي كاست، يبقى في الحاله دي هستقبل الايه المالتي كاست ترافيك من الانترفيس ده. طب في حاله زي في حاله بقى اللي هو زي الانترفيس رقم 2، يبقى انا مش هستقبل الايه المالتي كاست ايه ترافيك على الانترفيس ده، يبقى انا لازم يكون عندي انترفيس واحد بس اللي بستقبل عليه المالتي كاست ايه ترافيك بتاعي. طب الامبلمنتيشن بتاع الار بي اف تشيك لما تيجي تنفذ الكلام ده فعليا ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان المالتي كاست داتا بتاعتك هتوصل لمين؟ للديفايس. هنا الديفايس اللي هو رقم كام؟ الار الار تي 3، هو ده الديفايس اللي انا ايه بشيك عليه. هبتدي اشوف السورس اي بي زي ما احنا اتفقنا، هتشوف السورس اي بي وتسيرش في الايه في الاوت باوند انترفيس بتاعه اليونيكاست روت، او اللي احنا قلناه اللي انت بتدور فين في اليونيكاست روت بتاعك، هتروح فين لما تروح للسورس اي بي ده. يعني انت هنا كراوتر 3 عشان توصل للاي بي ده ايه الاوت باوند انترفيس؟ هلاقي مثلا هنا انترفيس واحد. هتيجي بعد كده يقول لك الاوت باوند انترفيس اللي موجود اللي انت بحثت عليه وجبته من الراوتنج تيبل، هل هو هو نفس الانباوند انترفيس بتاع المالتي كاست باكت اللي موجوده في المالتي كاست ايه راوتنج انتريز او الراوتنج تيبل بتاعك؟ قال لك في حاله ايوه هو هو الانباوند تطابق مع الاوت باوند. ايه اللي هيحصل؟ قال لك هتريسيف عادي
وهو ده الكوريكت انترفيس، وهتاكسبت الايه المالتي كاست باكت. طب في حاله انه قال لك يبقى انا في الحاله دي مش هقدر ان انا ايه استقبل، وهيكون ده الانكوريكت انترفيس، واعمل ديسكارد للمالتي كاست ايه باكت. هو ده الكلام اللي احنا قلناه. بتبص على الراوتنج ايه الراوتنج تيبل اللي هو اليونيكاست، بتشوف السورس الاول تعرف السورس هو مين، وتبص في الراوتنج ايه تيبل. لو بتشوف الاوت باوند انترفيس قال لك في حاله الايه هيكون اللي هو الانترفيس رقم كام، رقم واحد، وبتبتدي تشوف الاوت باوند انترفيس مع الان باوند انترفيس بتاع المالتي كاست انترز اللي موجود عندك، لو تطابقت يبقى انت في الحاله دي هتستقبل منين، من الايه الانترفيس ده. لو ما حصلش تطابق يبقى انت في الحاله دي مش هتستقبل منين، من الانترفيس ده. يبقى هنا بيقول لك المالتي كاست ده بنعمل ار بي اف تشيك على الراوتر رقم 3، ده المثال اللي احنا بنشتغل عليه. هل كده مفهوم؟ يعني وصلت المعلومه خلاص ولا لسه فيها مشكله؟ تمام. تمام وصل. طيب نخش على الايه بقى، على الجزء اللي هو بتاع ايه الروت سيلكشن رولز. وانت بتختار ما بين اليونيكاست ايه روتس اللي موجود عندك، في عندك مجموعه من الايه من القواعد اللي انت لازم ايه تتبعها في الراوتنج ايه تيبل اللي موجود عندك. طب ايه هي القواعد اللي انا بتبعها؟ قال لك اول حاجه بتبص على الايه اليونيكاست روتس، الروتس اللي موجود عندك بالايه باليونيكاست اللي هو المالتي اللي هو الايه شغل الايه الراوتنج بتاعنا اللي هو الاوز باف، تمام، الاي اس اي اس الكلام ده كله. بعد كده بايه بتشوف لو انت عندك مالتي بروتوكول اللي هو الايه البي جي بي، لو انت عندك مالتي بروتوكول بي جي بي. الناس اللي كانت معانا في السيشن بتاع اللي هو البي جي بي اللي هو الايه الاكستنشن اللي هو اللي كان بيتعامل مع الايه الاي في بي ان، حد فاكر الكلام ده؟ الناس اللي ذكرت اللي هو كان بيتعامل مع الاي في بي ان، وكان بيتعامل كمان مع المالتي كاست. انا قلت لك احنا عملنا اكستنشن للبي جي بي اللي هو البي جي بي 4، عملنا اكستنشن بقى ال 4 بلس علشان يسبورت مجموعه من الروتس المختلفه زي المالتي كاست، وكان بيسبورت الاي في بي ان، الكلام ده احنا قلناه. طب المالتي كاست ستاتيك ايه روتس، قال لك لو انت عامل برضو ستاتيك روتس على الايه على الديفايس. طب قال لك الاولويات ازاي؟ قال لك بتبص على الايه بالترتيب، تمام. يبقى الار بي اف بتاعك السليكشن بتاعه بالايه بالترتيب. لو عندك يونيكاست هتبص على الايه على اللونجست ايه اللونجست ماتش زي ما انت شايف هنا. تعالى كده ايه نشاور مع بعض، عندك في الار بي اف روت سيلكشن، وانت بقى بتشوف الايه هتطبق بانهي طريقه. يعني انا واقف هنا دلوقتي على ار 3 وعاوز اشوف السورس بتاعي ده عشان اروح له، هروح له من انهي انترفيس؟ قال لك في حاله السيلكشن بتاعتك لو انت عندك اكتر من حاجه كونفيجر، يعني عندك ايه او انت بتسيرش على الانترس بتاعتك في الراوتنج تيبل وعندك اكتر من حاجه وتختار ما بينها، عندك حاجات يونيكاست وعندك حاجات مالتي بروتوكول اللي هو بالبي جي بي، وعندك حاجات ستاتيك بالايه بالمالتي كاست ستاتيك ايه راوتنج تيبل، هتعمل ايه؟ قال لك هتبص على الراوتنج تيبل هتختار الايه الاوت باوند انترفيس بناء على ايه؟ قال لك هتبص على اللونجست ايه ماتش، الكلام التقليدي القديم. هتبص على البريفرنس، لو عندك ستاتيك ايه روت هتبتدي ايه تفضل الاستاتيك روت الاول. يعني لو انت عندك حاجه استاتيك روت اصلا معموله يبقى انت هتفضل مين؟ قال لك الاستاتيك روت. طب لو بعد كده ما عندكش ايه استاتيك روت بس عندك ام بي بي جي بي هتفضل الايه الام بي جي بي. طب لو ما عندكش لا ده ولا ده هتفضل اليونيكاست ايه روت اللي هو العادي بتاعنا اللي هو العادي بتاعنا اللي هو الايه الاوز بيف والاي اس اي اس والكلام ده كله. والطبيعي عندنا في شغلنا اللي احنا هنعمله او في المثال احنا ما يكونش عندنا الايه الام بي جي بي ولا المالتي كاست ستاتيك روت، يبقى انت في الحاله دي هتعتمد على مين؟ على اليونيكاست روتس اللي موجود عندك علشان تطلع الاوت باوند انترفيس اللي هم هنا بنسميه الار بي اف انترفيس. في حاله تطابقه مع الانباوند انترفيس
اللي جاي لك بيه المالتي كاست ايه ترافيك، يبقى انت في الحاله دي الار بي اف تشيك عديت منه، وبالتالي هتستقبل الترافيك بتاعك على الايه على الانترفيس ده. هو نفس الكلام بيعيده بس بيزود لك في معلومات، يقول لك طب لو انت دلوقتي عندك اكتر من حاجه على الراوتر، شغال يونيكاست وشغل الام بي جي بي وعندك مالتي كاست ستاتيك رو، هتفضل انهي حاجه؟ قال لك هفضل الاول. او قال لك اول حاجه هتعمل ايه اللونجست ماتش، بعد كده هتشوف البريفرنس سواء بقى على الثلاثه، لو بقول لك لو تساوت الايه الامور هتشوف اللونجست ماتش، بعد كده البريفرنس فاليو، بعد كده هتشوف الاستاتيك روت هو اللي ليه الاولويه، وبعد كده الام بي بي جي بي، وبعد كده الايه اليونيكاست روت هو ده الايه الاولويات بالترتيب. يبقى هنا بالنسبه لي ده الاولويات بالايه بالترتيب. طيب بعد الكلام ده كله ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تختار الار بي اف، هيطلع عندك بقى اللي هو الايه الاوت باوند ايه انترفيس. الاوت باوند انترفيس ده هتطبقه مع مين؟ مع الان باوند. وزي ما انت شايف هنا جايب لك الايه التفصيل بتاع الكلام ده كله، بيقول لك انت عندك يونيكاست تمام، وعندك ام بي بي جي بي، وعندك استاتيك. يبقى انت الطبيعي اللي انت هتبص فين؟ قال لك الطبيعي هبص على الايه الاستاتيك. يعني دلوقتي لو انا عندي الثلاثه دول موجودين هبص على الاستاتيك هستعمله، الاولويه لمين؟ الاستاتيك، وبعد كده الام بي بي جي بي، وبعد كده اليونيكاست ايه تيم. علشان كده هو اختار مين؟ قال لك اختار اللي هو الايه الجزء اللي هو ده، اختار اللي هو هروح للسورس اللي هو اللي موجود عندي ده من خلال الايه الانترفيس اللي هو انترفيس واحد، وهيكون الانترفيس واحد ده هو اللي الار بي اف انترفيس اللي بعمل من عليه تشيك. في حاله لو انا بشوف الانباوند بتاعي لو تطابق مع الار بي اف انترفيس، يبقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الترافيك ده استقبله عادي على الايه على الانترفيس ده. طب هنا لو انا جيت اعمل ار بي اف تشيك وفي الحاله دي لقيت ايه، لقيت الاوت باوند اللي هو الار بي اف مش متطابق مع الان باوند، يعني ده كان انترفيس واحد بس الايه الان باوند جاي لي بانترفيس اتنين، ففي الحاله دي مش هستقبل الايه المالتي كاست ترافيك بتاعي. تمام، يبقى بيقول لك اختيارك للار بي اف بتشوف، وهنا بيقول لك الايه البريفرنس بالايه بالترتيب، المالتي كاست ستاتيك، بعد كده الام بي بي جي بي، بعد كده الايه اليونيكاست. طبعا الكلام ده لو انت هتعمل مثال عادي مش هيبقى موجود عندك لا ده ولا ايه، فانت هتشتغل على اليونيكاست الايه العادي زي ما انا شرحت لك في الايه في المثال اللي هو كان ايه موجود عندك. هل كده في مشكله في الايه في التوبولوجي اللي قدامك دي او الرسمه دي، ولا كده تمام؟ هل كده اي مشكله في الايه في التوبولوجي او في حته الار بي اف عامه؟ نعيده تاني. تمام. يبقى هو حته الايه الار بي اف هنا مفيش فيها مشكله، الفكره بس ان انت تفهم الكونسبت بتاعها. فهمت الكونسبت خلاص، ده الكونسبت عشان يمنع اللوب والايه والصاب اوبتيمال بار. فعلشان تمنع اللوب طبيعي اللي انت لازم تعتمد على البروتوكولز اللي انت اصلا عاملها اللي هي الراوتنج بروتوكولز العاديه، زي بالظبط الام بي ال اس. هو الفوروردنج بتاع الام بي ال اس هل هو بيعتمد على نفسه؟ لا، ده هو بيعتمد على الاي جي بي اللي هو البروتوكولات العاديه علشان يعمل فوروردنج. يعني هو عشان يعمل فوروردنج اصلا بيعتمد على الايه الاي جي بي، بس الفكره اللي هو التكنيك بتاعه بيعمل فاست فوروردنج. طريقه الشغل بتاعته بايه بتسترعي او بتتعامل بالفاست ايه فوروردنج، علشان كده احنا بنستخدمه. فالفكره هنا نفس الكلام، ده مالتي كاست بس عشان تمنع حته الايه اللوبز، وعلشان تمنع حته الايه الدوبليكيت للباكتس اللي موجوده والساب اوبتيمال ايه باصز، انت محتاج تتعامل مع كونسبت هو نفسه بايه بيمنع اللوبس والكلام ده كله. فهنا بالنسبه لك مين اللي هيعمل الكلام ده؟ الراوتنج ايه انفورميشن اللي موجود، سواء بقى انت شغال بالام بي بي جي بي او شغال مالتي كاست ستاتيك راوتنج او شغال على اليونيكاست، هو ليه اولويات في الاختيار في الار بي اف انترفيس، بيختار بناء على اولويات معينه. لو انت عامل مالتي كاست ستاتيك هيختار من الار بي اف بتاعه، لو انت عندك ام بي بي جي بي هيختار الايه الار بي اف انترفيس. طب لو عندك مفيش عندك الاثنين دول هيختار باليونيكاست ايه راوتنج ايه تيبل بتاعه. هنا بيكلمك على المالتي كاست ديستريبيوشن ايه تري، دي بقى الايه الجزء ده مهم ليه؟ لان هو ده الجزء اساسا بتاع الايه المالتي كاست نتورك. بيقول لك التري اللي قدامك دي انت دايما علشان تبعت
لمالتي كاست ايه جروب، فانت محتاج يبقى ما عندكش لوبس، ما عندكش سب اوبتيمال باسس، ما عندكش دوبليكيتد باكيتس موجوده. يبقى الار بي اف هو اللي ايه، والمالتي كاست راوتنج بروتوكولز اللي انت هتستخدمها هي اللي هتعمل لك الكلام ده. يعني الار بي اف هيظبط لك الدنيا بتاعت الايه القصه اللي احنا قلناها اللي هي السب اوبتيمال والايه واللوبس والكلام ده كله، مع المالتي كاست راوتنج ايه بروتوكول، زي بروتوكول اللي هو الايه بروتوكول اندبندنت مالتي كاست اللي هو البيم اللي احنا ان شاء الله ناخده مع بعض في الايه في السيشن اللي جاي. يبقى زي ما بنقول هنا ان الار بي اف ميكانيزم مع المالتي كاست راوتنج بروتوكولز بت ايه بتضمن لك الكلام ده، بتضمن التري بتاعتك الباص لحد ديستنيشن ما يبقاش فيه اي سب اوبتيمال ولا دوبليكيت ايه باكتس على المالتي كاست ايه نت. كل ام دي تي تمام بيبقى عندها مالتي كاست ايه سورس، تمام ده بيكون اللي هو الايه الروت. يعني اي تري انت هتبنيها لازم يكون فيها سورس، ولازم يكون فيها جروب ممبرز اللي هم اللي انت هتبعت لهم الايه الترافيك. يعني زي ما انت شايف ده ايه، ده مالتي كاست سورس، ده روت لمين؟ الاثنين تري، واحده هتروح هنا واحده هتروح فين؟ هتروح هنا. يعني انت عشان تبني التري لازم يكون عندك سورس وعندك ايه ممبرز في الايه في الجروب، علشان يبتدي يتعملها فوروردد على الايه بيزد على التري اللي انت ايه بنيتها دي. ده الكلام بتاع مين؟ المالتي كاست ايه ديستريبيوشن تري. يبقى انت علشان يبقى عندك فعلا اوريدي بتقول ان انت شغال بوينت تو مالتي بوينت ترافيك، يبقى انت لازم يكون عندك سورس وعندك جروب ممبرز موجودين. الجروب ممبرز بتوعك دول هم اللي بيعملوا ايه، هم اللي المفروض انت بتبعت لهم الايه الترافيك بتاعك. دي الاطراف بتاعت مين؟ التري بتاعتك. لازم يبقى في روت ولازم يكون في ليف موجوده ايه عندك علشان تبعت لها الايه الداتا بتاعتك. هنتكلم بقى عن المالتي كاست داتا فوروردنج ايه بروسيس بشكل عام. بتقول ايه؟ بيقول لك هنا لو انت ركز بقى معانا في لو الكلام اللي فات وقع منك حاجه، ركز معانا في الايه؟ في السلايد دي. بيقول لك هنا انت الراجل ده مين؟ اللي هو 192 168 10 1 ده هيبعت ترافيك للايه؟ للجروب اللي هي 239 00 كام؟ 1. الترافيك هيمشي عادي لحد ما يوصل لمين؟ للراجل اللي هو الراوتر ده. الراوتر ده هيعمل ار بي اف تشيك. طيب الار بي اف تشيك هنا بيعمل ايه؟ قال لك في الار بي اف تشيك بيبتدي يبص على الايه؟ على الايه؟ الار بي اف انترفيس ويطبقه مع مين؟ مع الانباوند ايه؟ انترفيس اللي موجود عنده. طيب يعني هو عارف ان الانباوند انترفيس هنا هو كام؟ هو الانترفيس 3 زي ما انت شايف اهو. ويبتدي يشوف الار بي اف انترفيس. يشوف الار بي اف انترفيس، قال لك في الحاله دي اصلا الار بي اف انترفيس هو مين؟ قال لك ده هو الانترفيس 3، ده الطبيعي لان احنا لسه ما دخلناش على الايه؟ على المالتي كاست ديستريبيوشن تري او على المالتي كاست نتورك عامه. فالترافيك ايه؟ الار بي اف هنا ايه؟ هيعدي معاك والتشيك بتاعك هيبقى ايه؟ كويس. هتروح لمين؟ الترافيك لمين؟ للراوتر اللي احنا ايه؟ اتفقنا اللي احنا هنطلع منين؟ من الانترفيس بتاعه. هيروح ترافيك من هنا. خلي بالك الترافيك هيروح كده والمفروض بيروح ايه؟ بيروح كده الاثنين زي ما احنا اتفقنا، بس الار بي اف هو اللي ايه؟ هو اللي هيظبط الدنيا، هيمنع لك الايه؟ الترافيك اللي هو يمشي منين؟ في الاتجاهين. زي ما انت شايف هنا الايه؟ الباص مع الراوتنج ايه؟ مع المالتي كاست راوتنج بروتوكول، الاثنين دول هم اللي بيظبطوا الايه؟ الباص بتاعك. هيجي على الراوتر ار 2 هيعمل ايه؟ هيعمل ار بي اف تشيك. الانباوند هو كام؟ انترفيس واحد. طب الار بي اف هو كام؟ قال لك الار بي اف عشان اروح للراجل ده انا كراوتر 2 همشي منين؟ هشوف بقى ادور على عندي يونيكاست راوتنج تيبل او الام بي بي جي بي او الايه او الاستاتيك ايه مالتي كاست. قال لك هتروح على انترفيس واحد، تطابق الاثنين مع بعض تمام، يبقى معنى كده ان انا هستقبل واعدي مين؟ المالتي كاست ترافيك ده. هنيجي هيبعت ايه؟ الترافيك هيبتدي يعمل له فورورد. هتروح عند الراوتر مين؟ ار 4. ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، هيعمل ار بي اف تشيك. طيب مجرد لما يعمل ار بي اف تشيك هيطابق الايه؟ الانباوند اللي جاي له عليه الترافيك مع الايه؟ الار بي اف انترفيس.
فالار بي اف انترفيس هنا في الحاله دي فعلا هيكون متطابق، اللي هو انترفيس واحد، وفعلا هيكون ايه انترفيس واحد، هو ده اللي انت الار بي اف ايه انترفيس. لان انت لو لاحظت هتلاقي الار بي اف انترفيس عند الكل هنا ايه هو واحد، هنا واحد تمام بالنسبه لي. فهنا بالنسبه لي هيتطابق مين الانباوند مع مين؟ مع الار بي اف انترفيس، وبالتالي هقدر استقبل الايه المالتي كاست ايه ترافيك عادي، والراوتر ده يستقبل الايه الدنيا بتاعته. بعد كده هيقول لك انت رايح الديستنيشن مين؟ رايح للديستنيشن اللي هي جروب 239.001، ده الاي جي ام بي هيبتدي ايه يقول لك انا فعلا عندي مالتي كاست ايه جروب. بالاي جي ام بي هيبتدي يعرفك اللي انت عندك ايه في حاجه اسمها الاي جي ام بي روتس موجوده على الراوتر ده، وبالتالي الاي جي ام بي روتس هتبتدي تعمل ايه من خلالها فورورد للايه للجروب اللي موجود. طبعا الاي جي ام بي روتس هنعرفها في الايه في الجزء بتاع الاي جي ام بي، الكلام ده هنعرفه في الايه في الجزء بتاع الاي جي ام بي بتاعنا. يبقى الفكره كلها هنا اللي انت بتعمل ار بي اف، في حاله الار بي اف تشيك تمام بتستقبل الترافيك، في حاله الار بي اف مش تمام ما بتستقبلش المالتي كاست ايه ترافيك بتاعك. طبعا ده بالنسبه لنا بيكون السهم الاحمر ده هو عباره عن المالتي كاست ديستريبيوشن ايه 3، ده الباص بتاعي علشان اوصل لمين للمالتي كاست جروب ديستنيشن بتاعتي. بيكلمك هنا عن المالتي كاست بروتوكول اللي احنا بقى بايه بالمفروض بنشغله فين داخل الايه، سواء كان في المالتي كاست نتورك او ما بين الراوترز والايه والهوستس اللي موجود عندنا. فبيقول لك عندك نوعين موجودين حسب الايه حسب السيناريو اللي انت فيه. قال لك الاي جي ام بي بنستخدمه على الريسيفر بتاع الايه الاند نتورك اللي موجود عندك علشان ينفورم الايه المالتي كاست نتورك باللوكيشن بتاع الجروب اللي هو ممبر فيه. زي ما انت شايف بنشغل الايه الاي جي ام بي على الاند ايه على عند الريسيفر، تمام الريسيفر بتاعي على الاند نتورك بتاعت مين الريسيفر زي ما انت شايف هنا هنا وايه وهنا. بنشغل الاي جي ام بي علشان يقول لك المالتي كاست نتورك اللوكيشن بتاعها والجروب ايه ممبرز اللي موجوده ومين الممبرز اللي عملوا جوين على الايه الجروب دي. يبقى هنا في الحاله دي بتشغل مين الاي جي ام بي. خلي بالك السلايد دي مهمه جدا لان بتعرفك البروتوكولات بتاعه المالتي كاست بتشتغل فين. البروتوكول اللي هو الاي جي ام بي بيشتغل على عند الريسيفر، تمام شغال عند مين عند الريسيفر عندنا. يبقى الجزء ده شغال عند مين عند الريسيفر. طيب البروتوكولات الثانيه زي الايه البيم والايه والمالتي كاست ايه سورس ديسكفري بروتوكول دول بيشتغلوا فين؟ قال لك دول المفروض بيشتغل فيهم البيم داخل الايه الاوتونوماس سيستم. يبقى البيم ده شغال انسايد الايه الاوتونوماس سيستم عشان يطلع لك الايه المالتي كاست ديستريبيوشن ايه تري اللي موجود عندنا. يبقى البيم شغال انسايد الايه الاوتونوماس سيستم. طيب بالنسبه للايه للام اس دي بي قال لك ده شغال فين؟ قال لك شغال او بيساعدك في حته الايه الانتر اوتونوماس سيستم ام دي تي اللي هو المالتي كاست ديستريبيوشن تري. لو في حاجات جايه من ايه من اوتونوماس سيستم لاوتونوماس سيستم تاني معلومات مالتي كاست هو اللي بيساعدك في الايه في حته نقل الايه المعلومات دي. طب الام بي بي جي بي قال لك بيساعدك على الايه قال لك بيساعدك في حته الايه الار بي اف تشيك تمام، وبيساعدك على الايه على اللي هو الانتر اوتونوماس سيستم ايه مالتي كاست ترافيك، يعني الار بي اف ما بين الاوتونوماس سيستمز وايه وبعضها. يبقى الام بي جي بي ركز تاني الام بي جي بي بيساعدك في حته الار بي اف ما بين الاوتونوماس سيستم اللي هو اللي تشيك ما بين الايه الاوتونوماس سيستم ده طبعا اوت اوف سكوب هنا بالنسبه لنا. وعندك الايه الام اس دي بي بيساعد في ايه ده بينقل المعلومات اللي هنا ينقلها فين ينقلها هنا اللي هو الانتر ايه اوتونوماس سيستم مالتي كاست ديستريبيوشن تري. طب البيم بيعمل ايه؟ قال لك داخل الايه الاوتونوماس سيستم. وخلي بالك ده سؤال بيجي في الامتحان والجزء ده جاي من الاتش سي اي اي. الجزء ده جاي منين؟ من الاتش سي اي اي الجزء اللي هو بتاع الايه البروتوكولات او ما بين الاوتونوماس سيستمز وبعضها او ما بين الايه او انسايد الايه الاوتونوماس سيستمز اللي موجوده بينوه على الايه الجزء ده. فده سؤال بيجي في الامتحان بنسبه كبيره جدا
علشان بيفرق ما بين انت عارف البروتوكولات وبتشتغل في اي مكان. الاي جي ام بي بيشتغل فين؟ قال لك عند الريسيفر. البيم انسايد الاوتونوموس سيستم ما بين الراوترز. طب الام اس دي بي قال لك بيساعدك في ينقل الايه المعلومات اللي هي الانتر اوتونوموس سيستم. طب الام بي بي جي بي قال لك بيشيك على الار بي اف ما بين الايه ما بين الاوتونوموس سيستمز وايه وبعضها. عندك الام اس دي بي والام بي جي بي اوت اوف سكوب، هناخد مع بعض الاي جي ام بي ان شاء الله، وهناخد الايه البيم مع بعض اللي هو البروتوكول اندبندنت ايه مالتي كاست. ومحتاجك تراجع الام بي بي جي بي تاني، كان في سيشن موجوده راجعها تاني الام بي جي بي عشان تبقى عارف الام بي جي بي بيعمل ايه. الجزء الايه المهم بيقول لك وات ذا رينج اوف اي بي فيرجن 4 مالتي كاست ادريسز، ايه الرينج بتاعك؟ تبقى سي سي سي. تمام سي فعلا اجابه ايه صحيحه. طب بقول لك هنا which of the following statements about function of ده اللي انا بقول لك عليه، يقعد يقول لك which of the following statements about the function of الار بي اف ار ترو. الار بي اف بيعمل ايه؟ بيبريفنت الدوبليكيت مالتي كاست باكيتس، احنا قعدنا نحكي فيها اكتر من من كام ساعه. اي او سي اي او سي. وهل هو بيمنع بيعمل اكسلريتس للايه للمالتي كاست؟ قال لك لا لا بيعمل نعم ايفنت لل لوبس. قال لك اي